سلام زوينه ديالي، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ كدايره مع الصحه؟ كلشي بخير. كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. يلا البنات اللي باغا تطلى في وجهها وتنقى وتاخذ واحد اللون زوين، هذه الوصفه هذه راه تنفع بزاف بزاف. هذه الوصفه راه كتبيض وكترطب، ولكن غير البشره الجافه والمختلطه والعاديه، اما بالنسبه للبشره الدهنيه ما تنفعش معاها. بالنسبه لي انا بشرتي دهنيه ما كنستعملهاش، كنستعملها كتخرج ليا الحبوب بزاف، ما كنصحكمش بها. هذه الوصفه هذه كتستعمل الاخت ديالي، كترجع ليها الوجه ديالها بالله، راه يعني بيض 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 ورطاب بحال البشره ديال الدراري الصغار. مهم تبعوا معايا البنات، هذه الوصفه هذه راه غتفيدكم بزاف في هذا الفصل ديال الصيف، وغادي تشوفوا الطريقه والمقادير ديال الوصفه. غادي ناخذ قريعه بحال هذا الشكل هذه، يا اما تكون بلاستيك ولا جاج، المهم غير تكون كتسد باش غادي نحطها في الثلاجه، ما تاخذش الروائح ديال اللي كاينين داكشي اللي في الثلاجه، وما تبت حتى المنافع ديالها ما يطيروش. المهم البنات غادي ناخذ معلقه ديال نيفيا. بنات نيفيا غادي ندير لكم فيديو عليها بوحدو، هاد نيفيا كاينه البروميان وكاينه الدوزيام، غنوريكم الطريقه باش غتعرفوها واش بروميان ولا الدوزيام. غادي ناخذ حتى معلقه ديال نيدو. المهم دابا البنات راه كاميرتي يعني اللي كتشد ليا الكاميرا تهرسات، دابا غادي نعطي غير بنتي تخلط ليا، وغادي نعطيكم انايا يعني نقول لكم الطريقه وبنتي غادي تخلط. غادي ناخذ معلقه ديال نيدو، هنايا غناخذ معلقه كبيره ديال نيدو في هذه البواطه هذه، فاش غادي نخلطوا ونخزنوها. معلقه كبيره ها هي عمرات، كانت غدير غير شويه، قلت لها ديري معلقه كبيره. ها نتوما معلقه كبيره ديال نيدو، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال نيفيا. كما قلت لكم البنات غادي ندير لكم فيديو على نيفيا، كما كتعرفوا بان نيفيا او اي كريم عندو الكاليتي الاولى والثانيه. هنايا نيفيا قديمه، ولكن غادي تعرفوها الكاليتي الاولى والثانيه، غادي نوريكم الطريقه باش غتعرفوها. هنايا غادي ناخذ، هنايا درت غير راس معلقه، غادي تحط هذا وغادي تزيد واحد طريف اخر باش تكمل عاشق اولا معلقه، كما كل واحد واش كيقول ليها. غادي نزيد كما كتشوفوا، هي زادت بنتي، راه عندها مع الجمال والتجميل عندها مع هادشي، حتى هي كتميل ليه بزاف، حتى هي هادشي ديال الماكياج وتميل، واخا باقا صغيره كتلعب به بزاف. المهم دابا غادي تخلط، ها نتوما كما كتشوفوا راه كيجي بحال كريم بحال كريم، يعني كديري طبقي على البشره ديالك يعني كيطبق بحال شكل كريم. المهم غادي تخلطوا مزيان مزيان مزيان. المهم البنات راه غير كتخلط، دابا انا غادي ناخذ من عندها وغادي نخلطوا باش تشوفوا كيفاش يعني كيفاش كيجي، وغادي نطبق لها على الايد ديالها باش تشوفوا يعني كيفاش كيتفال. هكا لا طبقتي على البشره تشوفي كيفاش كيجي، شوفوا هي دايره حاله بعدا في هذا البلاطو هذا. هانتوما شوفوا البنات راه كريمي كريمي نتوما. هذا البنات انا كنصحكم به ديروه مورا الغداء، يعني حتى تبغي تكي ديري القيلوله ديالك وديري على البشره ديالك ديك جوج سوايع، تنفع به هذا الماسك هذا، تنفع به البشره منه ماسك ومنه يعني كريم صافي. ملي تنوضي غسلي بوجهك عادي، ولكن ما تخرجيش به الشمس، وما ديري زعما كاين ما يعني ما تخرجي به الشمس ما حتى شي حاجه، غير طبقي على البشره ديالك بالليل اولا بالنهار. المهم البنات غير الشمس ما تشوفوش لكم البشره ديالكم، كما كتشوفوا راه كريمي كريمي صافي. دابا غادي سديت على الكريم ديالي، غادي نحطه في الثلاجه. كما قلت لكم المنافع ديالها راه بزاف بزاف، راه مرطب ومبيض البنات. هذه جربوها على حسابي، راه الاخت ديالي كديرها يعني وجهها بيض 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 بيض، يعني ماشي غادي نشكر لكم اختي، يعني راه وجهها بيض بهذه الوصفه هذه كدير تستعملها، يعني ماشي كدير بزاف تاع الوصفات، غير هذه كتعجبني عند يعني ملي كديرها كتعجبني. يلا البنات ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق. يلا بسلام عليكم، كنتمنى يعجبكم الفيديو.